بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. المجلس 49 بعد 400 من هذا الكتاب المبارك، وهو المجلس الأخير والحمد لله في بدء وفي ختم، تكملة الأحاديث الواردة في الباب الأول من الكتاب 57 كتاب التفسير بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 30 بعد 707. قال: حدثني عبد الله بن هاشم يديكم الله يصلح بالكم قال حدثني عبد الله بن هاشم وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثني القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأثبتت الآية توبة من هذه الأعمال وفيها قتل النفس، فكيف يقول ابن عباس لا توبة له؟ هذه معنى سؤال سيدنا سعيد بن جبير، يقول له ان كده في تناقض، ازاي تقول لا توبة له وفي في الفرقان اثبت التوبة؟ كويس. قال: هذه آية مكية، نسختها آية مدنية. الآية المدنية في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبالأمس قلنا أن هذا كان مذهب سيدنا عبد الله بن عباس، والراجح خلافه، وأن خالدا فيها لم يقل أبدا، أثبت الخلود ولم يثبت التأبيد، فالخلود مدة بقاء طويلة ولكن لم يقل أبدا، فلا تناقض في الحقيقة بين الآيتين، أو أن هذا هو أصل عقوبته، إلا أن هناك مانع من التأبيد في النار وهو الإيمان، فلما وجد مانع الإيمان منعه من التأبيد، ولكن صار في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن عذبه يكون عذاب طويل، يبقى الخلود إنما معنى العذاب الطويل المدة لا بمعنى التأبيد. وده اللي عليه الجمهور، اللي عليه الجمهور أن الله سبحانه وتعالى قاتل النفس في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وأما الآية خالدا فيها، قيل أنه إذا كان مستحلا القتل فهو كافر فيكون على ظاهرها، أو أن هذا أصل عقوبته، إلا أنه إيمانه صار مانعا من الخلود والتأبيد، أو أن الخلود بمعنى البقاء في النار مدة طويلة دون التأبيد، حيث أن الآية لم تذكر أبدا. والله تعالى أعلى وأعلم. وفي رواية ابن هاشم: فتلوت هذه الآية التي في الفرقان إلا من تاب. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جعفر بن عون
قال أخبرنا أبو عميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما تعلم وقال هارون تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. نزلت جميعا يعني إيه؟ يعني ليست مفرقة، نزلت كاملة بنزلة واحدة، جميعا يعني غير مفرقة. وده معلوم ان هي اخر سورة نزلت في ايام التشريق في منى في حجة الوداع، دي اخر سورة نزلة كاملة. لكن اخر آية على الاطلاق نزلت والنبي ايه راجع من حجة الوداع، وهي قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اللي هي في سورة البقرة قبل آية الدين الطويل. دي آخر آية نزلت من القرآن مطلقا، أما آخر سورة كاملة فهي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح. وقال هارون تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. وفي رواية ابن أبي شيبة تعلم أي سورة، ولم يقل آخرة. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا أبو عميس بهذا الإسناد مثله، وقال آخر سورة، وقال عبد المجيد ولم يقل ابن سهيل. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا، وقال الآخران أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له. غنيمة تصغير غنم، يعني معناها مجموعة غنم قليلة، يعني يبقى تصغير غنم غنيمة. قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة. فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام سلم لست مؤمنا، قراءتان السلام والسلام. وقرأها ابن عباس السلام، يبقى السلم والسلام قراءتان. وهي الآية موجودة في سورة النساء، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر عن شعبة عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي قال سمعت البراء اللي هو البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها. قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، يعني البر محله القلب وليس المظاهر، العبرة بالقلب. باب في قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، في سورة الحديد. وعن أبي قال حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن أبيه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. باب في قوله تعالى
خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. اللي هي في سورة ايه؟ الأعراف. يا بني آدم خذوا زينتكم. كل مسجد هنا يعني كل سجود، ان كل صلاة يعني، يعني معناها ستر العورة، ستر العورة. لأنه كان العرب في قريش يتقربوا إلى الله بالطواف عراية، فربنا قال لهم لا، الطواف صلاة، يبقى خذوا زينتكم عند كل مسجد، لازم تستروا عورتكم، فلا يطوفوا بالبيت عريان. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له، قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها. تطوافا يعني ثوب تلبسه لتستر فرجها بس، والطوف عريانة، بيعتبر ان هذا يعني ايه، يعني كأنها كمال افتقار، يعني من باب كمال الافتقار الى الله، يعني جيت لك كده كما ولدت لا املك شيء. لكن هذا لا يحبه الله، الله لا يحب الفضائح، فاهم؟ لكن هما كانوا يفلسفوها بهذا المعنى، ده من باب الافتقار، كمال الافتقار. حتى العوام المصريين يقول لك انا وقفت على السطوح وقلعت هدومي وقلت يا رب. عوام المصريين لحد دلوقتي يقولوا كده لما يكون مظلوم قوي، يقول لك ده انا طلعت على السطوح قلعت هدومي وقلت يا رب، يعني وقف عريان، يعني من كمال الافتقار الى الله. هذا خطا، لان الانسان لو ترك ذهنه ومخه يفلسف له العباده لاخرج عباده لا يحبها الله. لكن الاولى ان تسير في العباده خلف الانبياء، هم الذين يعلمون ما الذي يحبه الله منا وما الذي لا يحبه. ففي ناس تفلسف العبادات بطريقة غريبة، تطلع لك عبادة غريبة الشك تتعجب، وتلاقي ورائها فلسفة. يقول لك مش احنا فقراء الى الله، واحنا هنبعث يوم القيامة عرايا، طب ما احنا كده بنستحضر يوم القيامة وكده، ويقعد يفلسفها لك. ما ينفعش يا استاذ، لازم تمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي هو اعلم الخلق بما يحبه الله منا وبما لا يريده الله منا. فكان من فلسفة الجاهلية في ايه؟ انهم يطوفوا عرايا، عشان كده من باب اظهار الافتقار الى الله وكده. قالت كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها، وتقول اليوم يبدو بعضه او كله، فما بدا منه فلا احله. فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند إرادة الصلاة. يبقى مسجد ده معنى الصلاة، بمعنى السجود، والسجود بمعنى الصلاة، فهم؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، يعني أن السجود لله يعني العبادة، فلا تدعو مع الله أحد، فهم؟ فمن هنا النبي إيه؟ علمنا ستر العورة من شروط صحة الصلاة، وستر العورة من شروط صحة الطواف، فهم؟ كل ده لنفهم معنى هذه الآيات. باب في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فعند الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. خد بالك حكاية ان ايه اللي تكرهوا فتياتكم على البغاء، طب افرض هي من غير اكراه عايزة بغاء، معناه يجوز؟ لا، لكن الاية فيها معنى دقيق، ان المرأة اذا اكرهت على البغاء فالاثم على الذي اكرهها، وهي ايه عليها ان تبتعد اذا زال عنها الاكراه، فهي ايه، لكن الاثم على من اكرهها، فهم؟ ولكن المرأة لا تفعل البغاء بغير إكراه، لأن يأثم في الحالة دي هيبقى الإثم عليها أيضا. يبقى معنى كده أن المرأة إذا اغتصبت لا إثم عليها لأنها أكرهت، وعليها إيه؟ وعلى الذي اغتصبها الإثم،
وهو الذي استوجب التوبة ويحتاج إلى التوبة. كان زمان الجاهلية يجيب شوية بنات كده يشتريهم من سوق الرقيق ويشغلهم في البغاء عشان يكسب من وراه، يعملوا بيوت دعارة يعني، فهمت ازاي؟ ويكرههم بعض بنات الرقاء دول، كانوا يبقى كارهين. فنزلت هذه الآيات متوجهة إلى هؤلاء الناس الذين يكرهوا الأرقاء على البغاء من أجل عرض الدنيا. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية، واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كان عبد الله بن أبي بن سلول، سلول دي أمه وأبي ده أبوه، عشان كده تقرا كده تقول عبد الله ابن ابي ابن سلول، مش تقول ابن ابي ابن سلول، لا تقول عبد الله ابن ابي ابن سلول، لان ابن سلول دي امه، ام عبد الله يعني. يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئا. فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم لمن أكرهت. فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم لمن أكرهت. وعن أبي قال: حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثني أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إلى قوله تعالى غفور رحيم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، في سورة النور. وعن أبي قال: باب في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بقوله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني بعضهم يعبد الملائكة، الملائكة نفسها خايفة من عذاب ربنا، بتعبد العبد الخائف من الله. بعضهم كان يعبد الأنبياء، بعضهم كان يعبد مخلوقات. فهؤلاء جميع الذين تعبدونه يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فاعبد الله الذي يخاف منه كل شيء ولا تعبد المخلوق يعني. قال: كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون، فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. كان كثير من العرب بتعبد الجن في سورة شجرة، الجن يدخل جوا شجرة ويتكلم، فيعودوا يقولوا للشجرة، يدخل جوه صنم ويتكلم، يسجدوا للصنم. فطريقة الجن كانت مع الجاهلية يتلاعبوا بالناس كما يتلاعبون الآن في أوروبا وأمريكا بنظام الحاجات السحر اللي احنا بنشوفه الغريب ده، يتلاعبوا هناك وينبهرون زي كوبرفيلد، ديفيد كوبرفيلد والحاجات دي كلها، كل دي شوية تلاعبات جنية. فكانوا يتلاعبون، لكن المسلمين عندهم علم فلا ينبهروا مثل هذه الأشياء، ويعلمون أن هذا ما هو إلا توهيم وتهويش من الجن. كثير من الجن هؤلاء أسلم بعد ما كان بيعمل كده، أسلم وظل الإنس ما زالوا يعبدون اللي أسلم، يعني سابوهم وأسلم وقعدوا هم بعد كده يعبدوا لا شيء. فنزلت هذه الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون، يعبدون هنا بمعنى إيه؟ يعبدون. يبقى يدعون هنا بمعنى يعبدون. أولئك الذين يدعون يعني يعبدون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني أسلموا وإيه وافتقروا إلى الله.
وعن أبي قال حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال يبقى لا تدعو مع الله أحدا يعني لا تعبدوا مع الله يعني. أحيانا تدعو في القرآن تأتي معنى النداء وأحيانا تأتي معنى العبادة، زي مثلا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. قل ادعوا شركاءكم يعني نادوا شركاءكم. وبعدين في آيات ثانية تأتي معنى الدعاء، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. إن الذين تدعون من دون يعني تعبدون من دون الله. فهم؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني يعني اعبدوني، بدليل بقية الآية بتقول إيه؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي يبقى ادعوني هنا بمعنى العبادة. وشكر النبي قال إيه؟ الدعاء العبادة. الدعاء العبادة، يعني أحيانا يأتي الدعاء بمعنى العبادة وأحيانا يأتي الدعاء بمعنى النداء. أما أقول لك إيه؟ ادعي فلان، يعني اعبد فلان ولا هاته عشان يجي يحضر معنا المولد النبوي والاحتفال؟ ادعي فلان يعني إيه؟ يعني نديله، أبلغه. فهم؟ وأحيانا يقول إيه؟ بيدعو بمعنى يعبد، يبقى لازم نميز الآيات اللي فيها الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى النداء. لأن الوهابية لم يميزوا. الوهابية لم يميزوا بينها. فعندهم مطلق الدعاء يبقى عبادة على طول. في تقول السلام عليك يا مولانا يا سيدنا الحسين يوسف بيدعو من دون الله، يا أما أنا بعبد سيدنا الحسين ده أنا بسلم عليه يا أستاذ. أنا بسلم عليه يا أستاذ، مش بدعيه، مش بعبده. يا جاهل. فاهم؟ لأنهم جهلة باللغة. اللغة واسعة. وعلشان الإنسان يتعلمها لازم يهدأ قليلا وهم لا يهدؤون. ولازم يتواضع قليلا وهم لا يتواضعون. فدي المشكلة. العلم لا يؤخذ إلا بالتواضع والهدوء والرحمة والشفقة. نقول ربنا يمن عليك ويعلمك. هم رب سلبوا هذه الأشياء. فسلبوا العلم. فدي المشكلة. فناخد بالنا لأن في كثير من الآيات أسيء فهمها واستخدمها العوام بطريقة على غير مراد الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يبايعون يعني يعبدون. وحدثنيه بشر بن خالد قال اخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبه عن سليمان بهذا الاسناد. وعن ابي قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني ابي قال حدثنا حسين عن قتاده عن عبد الله بن معبد الزماني عن عبد الله بن عتبه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. باب في سورة براءة والأنفال والحشر. وعن أبي قال حدثني عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة؟ قال التوبة؟ قال بل هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم، يعني أصناف المنافقين يعني، وإنهم من عهد الله ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم ومنهم، يعني إيه أصناف المنافقين. ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا ألا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال؟ قال تلك سورة بدر، يعني إيه ذكر فيها غزوة بدر. قال قلت فالحشر؟ قال نزلت في بني النضير. يبقى هنا سيدنا عبد الله بن عباس إيه بيبين إيه ما نزلت فيه السورة، مش بيعترض على الاسم، لكن ده بينزل بيبين ما نزلت فيه السورة. لكن احنا سميناها التوبة علشان فيها ذكر ايه على الثلاثة الذين خلف في اخرها بقى، فسميت التوبة نسبة لهذه ايه الحادثة. لكن هي لها اسماء كثيرة.
براءة والفاضحة والتوبة وغيره. باب في نزول تحريم الخمر. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهما فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل. الحنطة اللي هي زي القمح يعني، والشعير اللي بيسموها بوزة الوقت يعملوها كده، والتمر والزبيب والعسل. كانوا يخمروا الحاجات دي تعمل منها خمر. والخمر ما خامر العقل، يعني حتى لو طلعت اشياء تانية من حاجات تانية عملوا بعد كده من التفاح، عملوا ويسكي والكونياك ومش عارف حاجات من حاجات تانية، فاهم؟ يبقى اي شيء يخمر العقل خمر، لان كل ايه، كل خمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، مش الحديث كده في ابي داود؟ كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فما يجيش واحد يقول لك اصل الكونياك ما كانش ايام العرب ولا الويسكي كان ايام ما نزل القران، احنا بس ايه ما نحرمش الا الخمره اللي كانت ايام النبي بس. ما ينفعش كده، ده كلام جهله، فهمت؟ كلام جهل، ناخد بالنا من الحكايه. والخمر ما خامر العقل، يعني غطى العقل، خمر الشيء يعني غطاه. وثلاثه اشياء وددت ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيها. الجد يعني ميراث الجد. هل الجد يحل محل الاب فيحجب الاخوة، ولا ما يحلش محل الاب ويشترك مع الاخوة في الميراث؟ فيها مذهبان، عشان كده كان ايه، كان يود ان يسأل فيها النبي عشان يعرف، لكن الله سبحانه وتعالى تركها لتجتهد فيها الامة. الجد والكلالة. الكلالة اللي هو الذي مات ولم يترك فرعا وارثا ولا اصلا وارثا. وابواب من ابواب الربا، وكان عايز برضه يسال ويستفيد في مواضيع الربا في ابواب الربا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين وتركها لاجتهاد الامه حتى يكون هناك اتساع في الفهم. فهمت ازاي؟ وعنه بي قال وحدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابن ادريس قال حدثنا ابو حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أما بعد أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل. وثلاث أيها الناس وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، يعني حتى لا يحدث خلاف يعني. الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن أبي حيان بهذا الإسناد بمثل حديثهما، غير أن ابن علية في حديثه العنب، يعني جاب العنب مكان إيه كما قال ابن ادريس، وفي حديث عيسى ال الزبيب كما قال ابن مسهر. وده من باب دقه البلاغ يعني، لان الزبيب والعنب حاجه واحده يعني، انتوا اصل واحد زي التمر والرطب اصل واحد. باب، وهو اخر باب في صحيح مسلم، باب في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. وعن ابي قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث. دول الثلاثة دول المسلمين اللي خرجوا أمام الثلاثة الكفار لما وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة، اللي هي ايه ثلاثة برزوا ثلاثة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا
قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلك هذان خصمان بمثل حديث هشيم. وتم الجزء الثاني من صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه وبه يتم الكتاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين. وأروي صحيح مسلم بإسنادي عن كثير من المشايخ. بالإجازة من السيد محمد نجيب المطيعي وكذلك بالإجازة من الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم وكذلك من الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث ومن السيد إبراهيم الشريف النيجيري مفتي نيجيريا كلهم بأسانيدهم المتصلة. وأرويه سماعا من طريق السيد عبد الله الصديق الغماري بواسطة فضيلة مفتي الجمهورية السابق شيخنا السيد الشيخ علي جمعة. وأروي هذا الإسناد تبركا. أروي هذا الحديث صحيح مسلم سماعا كاملا عن طريق دكتور علي جمعة حفظه الله ونفع الله به المسلمين الذي يروي صحيح مسلم عن شيخنا المحدث أبي الفضل عبد الله بن الصديق الغماري عن القاضي عبد الحفيظ الفاسي عن الشيخ يوسف السويدي البغدادي عن أبي الفيض محمد مرتضى الحسين الزبيدي عن أبي محمد عبد الخالق بن أبي بكر بن الزين المزجاجي الزبيدي عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم حسن الكوراني عن والده عن أبي العزائم سلطان ابن أحمد ابن سلامة المزاحي عن شهاب الدين أحمد ابن خليل السبكي عن النجم عن الشيخ نجم الدين محمد ابن أحمد الغيطي عن القاضي زكريا ابن محمد الأنصاري عن عز الدين عبد الرحيم ابن محمد ابن الفرات عن أبي الثناء محمود ابن خليفة المنبجي عن الحافظ شرف الدين عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي عن أبي الحسن المؤيد ابن محمد الطوسي النيسابوري عن فقيه الحرمين أبي عبد الله محمد ابن الفضل ابن صاعد الفراوي عن أبي الحسين عبد الغافر ابن محمد ابن عبد الغافر الفارسي عن أبي أحمد محمد ابن عيسى الجلودي النيسابوري عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري عن الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. وأويزكم برواياتي وأوصيكم بتقوى الله في السر والعلن والدعاء لي بظهر الغيب وجزاكم الله عنا خير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم وفقنا يا ربي لما تحب وترضى وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا ووفقنا وذريتنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى واكفنا واكفهم السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا ربي نسألك حسن الخواتيم. اللهم كما بدأتنا مسلمين فاختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين نحن وذريتنا إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعدوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجهر عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خيرا.